السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة طبخ فايزة. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحوال جيدة. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب، نوري لكم الطريقة ديال باش كنصاوب القديد، يعني القديد ديال العيد الكبير، تجفيف ديال اللحم. في الأول غادي نجيبوا الكمية ديال اللحم اللي بغينا. أنا هنا كندير اللحم، يعني ما كنديرش ديك الطريقه المعروفه اللي كيديروا فيها غير اللحم رقيق ما فيهش العظم. انا كندير حتى هاد السيقان، كيعجبوني هكا باش ملي يكونوا ناشفين وملحين. يعني اغلبيه جهاد الرشيديه هنا كنديروا هاد الطريقه ديال السيقان. وعندنا غادي نديروا كاس ديال الزيت والملحه بزايد، وهنايا في العطريه عندنا معلقه ديال البزار، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال التوابل الحاره، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الكنجبير، معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال الثومه غبره. يعني هنا معلقه كبار ما عدا البزار درت فيه غير القياس معلقه صغيره. هنا عندنا هذيك يعني ديك العطريه الخاصه بهاد الجهه ديالنا ديال جهه الرشيديه. يعني راه كنوجد لكم واحد الفيديو، راه جبت يعني هادشي كاع اللي غادي يخصني باش نصاوب لكم هاد التوابل نشاركها معكم. هنا القزبور حبوب مطحون، يعني ما غاديش نقول لكم كيما كيديروا بعض كل كيلو بمعلقه، ولا يعني كديروا كميه كثيره قد ما كثرتوه كيجي القديد ديالكم كيجي بنين. هنا هاد التوابل هادو كنستعملوا فيهم هادي اللي كتعرفوها هي الحيط الشيخ. يعني هنا غير بقيت كنجمع باش نصوب هاد التوابل، وبغيت نوريكم زعما شنو فيها. ولكن ان شاء الله راه غادي هنا ورق الرند حتى هو، ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو خاص باش نوريكم الطريقه. يعني راه ملي غادي تصاوبوه ما غاديش يبقاو يخطاوكم، كيعطيو واحد اللذه للاكل فين ما حطيتوه، يعني سواء في اللحم سواء في السكسو سواء في القطاني سواء يعني جميع الاستعمالات. هذه العطريه هذه كتمتاز بها هذه المنطقه ديال الرشيديه، يعني واللذه ديالهم اللي كيبقاو يطيبوا كتشم الريحه ديالهم عن بعد. وكاس ديال الزيت، الزيت الدور ديالو انه كيبعد الحشرات على القديد، يعني ما كيجيوهش الحشرات. انا غادي نحيد هادشي للجنب، وغادي نجيب واحد القصعه كبيره وشي بانيو، يعني شي حاجه فاش غادي تخدموا. هنا اللحم ديالنا ضروري غادي تقطعوه وتخليوه ينشف شويه، يعني ماشي اللحم في نهار وغادي نصوبوا منه القديد، يعني كيبغي يبات شويه، يبات باش يكون شويه ناشف باش يشد لينا هاد التوابل هادي. غادي نبدا بالقزبر حبوب، يعني انتم شفتوا الكميه كثيره شويه. هنا غادي نزيد دوك التوابل ديالنا ديال العطريه، وغادي نضيف هذيك العطريه اللي مخلطه، يعني كلها معبوره هنايا معلقه كبيره من كل حاجه ما عدا البزار. هنا الملحه غادي نديروها بزايد، لان راكم عارفين القديد باش يعني باش تضمنوا انه ما غاديش يضيع لكم ولا يدير ريحه. اكثريه في المدن الساحليه حنا هنا راه يعني الشمس عندنا موجوده واخا، ولكن الاماكن اللي فيها الرطوبه من الاحسن تكثروا الملحه. يعني ملي كنرطبوه في الماء كيكون هو تلدد بهذا القوام هذا وهاد العطريه، وكتمشي الملحه مع الماء وكيجي لذيد وكيجي، يعني راه ما كتخافوا منه لا يدير لا ريحه لا والو. انا غادي نخلط هادشي كامل بهذه الطريقه هذه، ما كنديرش انا هنا الماء وما كنديرش شي حاجه اخرى، يعني هادشي اللي شفتوه هو اللي كندير. كاين اللي كيدير الحامض انا ما كنديروش، غنخلط مزيان باش الملحه تنسجم وهذيك العطريه. صافي نبداو نلبسوا هاد العطريه هذه، خاصها تبقى تلبس لينا في اللحم ديالنا بهذا الشكل هذا. يعني هاد السيقان انتما شفتوا راه كيجيو رائعين ملي كيكونوا هكا كيبسوا كيوليو قديد، يعني كيجيو زوينين. وحاولوا تقطعوه رقيق، يعني ما تخليوه حتى حاجه بحال هاد الطرفه هادو، يعني كندوزوا الموس بينها وبين داك اللحم باش يعطينا، كنفتحوه باش كلشي الملحه تدخل وهاد العطريه تدخل كاع في جميع الاماكن. ما تخليوش شي بلاصه غليظه هكا ولا يعني بحال هاد الشكل هذا، كلشي خصكم تحلوه. صافي كنبقاو نلبسوه بهاد التوابل هادي بهاد الشكل هذا حتى كنكملوه. يعني القديد راه في العيد الكبير كنصاوبوه، يعني جميع تقريبا المغاربه كيصاوبوه. وان شاء الله ملي يبس غادي نبقى ندير معكم الوصفات اللي غادي نديرو به، نديرو به كاع الاشياء اللي غادي نصاوب بهذا القديد ان شاء الله غادي نشاركها معكم. يعني انتم شفتوا كله ضربته بالموس، يعني ما كانش شي بلاصه اللي لاصقه، باش يلا هذيك يتتبل لنا بهذه العطريه هذه ويجي لذيذ، وحتى الملحه غادي تدخلوا ويجينا. هذه الدياله كنديروها في يعني كنديروها في العشاء ديال عاشورة، ما عرفوش حتى نتوما كديروا بحال هاد العاده. هنا ضربتها كاع بالموس باش ما تبقاش شي بلاصه اللي يعني اللي فيها اللحمه كغليظ، باش كلشي يدخل فيها هاد العطريه.
يعني هادي ضروري كنخليوها، كنديروها في الليله ديال عاشوراء، دي من العدد كلش كنديروها يعني معروفه. ان شاء الله ملي لحينا الله وصلات عاشوراء غادي ندير معاكم الطريقه ديال هاد السكسو ديال عاشوراء. يعني هاد الاكلات البلديين كيجيو زوينين. نبقى هكا حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. هانتوما هادو هما الطريفات اللي ما فيهمش العظام، الا بغيتي ديروا بحال هاد الشكل هذا يعني حتى هو راه كندير. غادي تقطعوه هكا طويل ورقيق يعني غادي ترققوه يعني تحاولوا ترققوه ما امكن، ولكن انا كندير هاد السيقان هادو، ما عرفتش واش كلشي كيديرهم. يعني احنا عندنا هنايا في الدار ديالنا والعائله ديالنا كاع من الام ديالي كلش كنديروا بهذه الطريقه هذه، وكنحاولوا ندخلوا فيهم هذه العطريه هذه وكنخليهم عاوتاني واحد شويه يرتاحوا باش يطلق لينا هذيك الملحه وتزيد. يعني الماء راه ما كاينش فيهم، ولكن غادي يزيد واحد ساعتين 3 سوايع هكا حتى كينشفوا. انتم شفتوا راه كلشي حليته بالموس مزيان، ملي كينشف كنطلعوه للسطح يعني كنشروه بطريقه عاديه، وكنقابلوه بنفس الطريقه اللي درنا للكرداس في الفيديو السابق. يعني راه الكرداس هنا باقي كاع عندي في السطح، غادي نطلع هذا حتى هو نشرو. انتوما شفتوا راه نشرتو بهذه الطريقه هذه، يعني هذه راه العشيه فاش نشرتو، وكيكون عندنا شويه ديال الغيام يعني ضروري عاوتاني من البلاستيكه. انتوما شفتوا راه يعني حنا هنا غير كنطلعوه في الصباح، العشيه راه كيوجد. هذيك راه درت ليها الخيط لانها ثقيله لا تمشي غادي تطيح، ونشرتهم بهذا الشكل هذا في السلك، وكنديروا واحد البلاستيكه في الليل. ها الكرداس ديالنا يعني راه سابق بيت ليله هنايا، راه هو ناشف يعني خصني نحيدو. هنا عندنا شويه ديال النقيطات ديال الشتاء، هو درت ليها البلاستيكه. يعني كديروا هاد الميكا ملي تكون شويه الشتاء ولا في الليل، وكتحيدوها وكتبقاو غير يومين ولا 3 ايام وكنحيدوها. القديد ديالنا واجد هنايا كنحيدوه صافي من السلك. كان هذا هو الفيديو ديالنا، شاركت معكم الطريقه ديال باش كنصاوب القديد. نتمنى تعجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه وجيم الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.